السلام عليكم. هاي حواض اسماك الجوبي الجديده، الحواض الجديده والاسماك الجديده اللي اشتريتهم. هاي الاسماك بدأت تتفرخ، شوف هاي فرخه هنا أنا. هاي فرخ هذا، ذاك الفرخ، بعد هواية أفراخ شفت اسمه ختلن، لأن هنا أفراخ. هاي بدت الولادات مال الأسماك. هذا الحوض الأول يعني سويته جديد، شوف القاع شلون بدأ يتوسخ مال الأكل مال الأسماك وفضلاتهن. هذا الحوض الثاني هم صارت بيه ولادات، بس قليلة نسبة الأفراخ والصغار كلش. لون الأفراخ اللي موجودات بهالحوض لونهن شفاف، يعني عيونهن ألبينو وشفافات كلش، بحيث حتى ما ينشافن. يعني أنا يعني صدفة شفت أفراخ اثنين وبعد ما قدرت أشوفهن أبد. يعني شوفوا نسبة تبخر المي، أنا ما كنت أرسع عالي يعني، بس هذا عوضته مرتين، يعني انه صار لي يومين ثلاثة تقريبا عوضته مرتين ورجع لتبخر الماي والقاع صار فيه اوساخ. هذا جزء من افراخ الاسماك اللي ولدن. طبعا اكو هواية افراخ بالحوض، بس مو كلهن اقدر اصورها، اعوف ما اشيلهن يعني من الاسماك، من امهاتهن العفو ما ياكلنهن هن، ما عليهش. سؤالي بهل يومين ثلاثة يعني لازم عمر الحوض اقل من اسبوع واسحب القاع، لان هاي مو زينة الاوساخ. شوفوها هاي فضلات مال الاسماك بسبب الاكل، يعني يعطيهن اكل وهن ياكلنه. رغم درجة الحرارة عالية واسماكي القديمة بدت تصير بيها هلاكات ويموتن، هاي بس هاي الاسماك الجديدة اللي هي عمرها قصير على الاكثر، يعني دي تاكل ودي تسبح ودي تكاثرن يعني بصورة مستمرة. يعني طبعا هي هاي الاحواض همين يعني ما مرفوع عن الشتاجر، يعني لازم بالايام القادمة ارفعهن، لاني بعدهم بالسطل بعدهم منفرخات ولازم اعوض مي السطل طبعا بدون اكسجين عشان، ولازم القى لهم مكان. هاي احواض البقية، فانا اقترح علي احد الاخوان اللي هو سجاد صاحب صفحة معرض فايتر سنتر، قال انه مو بس ترفع الاحواض عن الارض، يعني تسوي احواض فوقاهن، يعني تخلي مثلا بلوكات وخشب درابات خشب، وتصير مثلا عندك حوض فوق حوض. هي فكرة حلوة وطبعا استغلال للمساحة، لان انا ما عندي مكان، يعني تقريبا بالسطح ماكو ما باقي مكان، والمكان الموجود شمس 24 ساعة عليها من الصبح لليل يعني. فممكن مثلا احط هنا بلوكة واحط عليهن دراب خشب واسوي الاحواض فوق، لاني مثلا يقدرني عدد الاحواض هنا 12 من هنا، يعني اقدر اسوي فوق انا 12 حوض او 10 حواض، يصير عندي 24 حوض 22 حوض، واقدر اخصص مثلا واحد لفراخ الجوبي جوا للاميات، الحوض جوا للاميات، واحد لفراخ المولي وجو للأميات، وأقدر أجيب أنواع جديدة بالمستقبل. يعني هي خوش فكرة، سير عادلة شوية شغل وتصرف فلوس. هالمطارات الأكسجين اللي اشتديتها جديد حتى يقوى الأكسجين على الأحواض، يعني شد أبو خطين يعني واربط عليه تقسيم، اخلي كل حوض مثلا يطلع 3 صوندات اكسجين
وكل صندة اكسجين اربط عليها فلتر اسفنجي. يعني الموتور الواحد ابو خطين يشغل عندي 3 حواض، كل حوض بثلاث صندات مثلا، هذا مشغل على موتور واحد. هذا نبات عدس الماء، هاي حاطه هنا انا هسه اشوف لكم اياه. هذا اللي يبين داخل الحلقة. هذا اشتريت اسماك وجتي اجي نبات وياهن، شلون اوصف لكم اياها؟ بقد ذني لو اقل، قد هاي اجي نبات وياها، قد هذا المشرب يدي، وخليتها بحوض وحده وبدأ يتكاثى. شوف هسه انا ذني بس الكبار، هذا عدس الماء الخشن، انا عندي هذا عدس الماء بس هذا حبيته كلش ناعم، بلكي هذا يتكاثر عندي النوع واخلي بيه اخلي لحواضي شوي نبات حلو يعني، وانا احب النباتات الطايفة. شوفوا هذي شثة، هاي البلقاع سمكة ميتة بسبب الحرارة العالية، يمكن ذكر قوبي. هذا النبات هو نفس عدس الماء النوع الجديد، بلكي يتكاثر عدي حتى اخصص له حوض، له حوض كامل حوضين حتى احافظ عليه. يعني انا احب نباتات الطايفة وشكله شوية احلى من هذا عدس الماء اللي عدي، يصير كلش ناعم. وهاي هم بعد ما مسوي الحلقات الكبيرة فوق الاحواض ولا معوض مستوى ميهن. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.